وللتعليق على هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي الفلسطيني تيسير سليمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ تيسير. بداية، زيارة بنس فهمت بأنها تأكيدا لقرار ترامب بشأن القدس، كيف تقرؤونها أستاذ تيسير بهذا الوقت؟ بالبداية تحية لكم ولقناتكم الكريمة. حقيقة أخي، لسنوات طويلة الإدارة الأمريكية تحاول إنهاء القضية الفلسطينية عبر تمرير مشروع يخدم الاحتلال الإسرائيلي، وربما الرئيس التاجر إنجاز التعبير الرئيس الأمريكي أصبح يستخدم هذه الورقة للضغط على الجانب الفلسطيني المفاوض من أجل أن يقول له إما أن تقبل بما نقدمه أو أن نحن نتقدم عليك بخطوات وتصبح أنت الذي تريد أن تلحق بنا. هذا الذي تمر به، والزيارة التي يقوم بها جزء منها زيارات إلى المحور العربي الذي يعتبر داعم للرئيس أبو مازن كمصر والسعودية وبعض الدول، جزء منه هي لتيسير قبول الفكرة على الذي يرفض أو الذي لم يشاور مثل الملك عبد الله في الأردن، يقال أنه لم يعرض عليه بالبداية، وكلنا نعرف حساسية العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية والقضية الفلسطينية. ردة الفعل العربية أو الفلسطينية كيف تتوقعونها؟ هل باتت أيضا المبادرة العربية للسلام في حال معدومة؟ أعتقد المبادرة العربية للسلام رد عليها شارون بحينه أنه لا نحتاجها، وكان الرد بالمجازر باجتياح مناطق في الضفة الغربية وتنفيذ مجازر في قطاع غزة، لذلك الرد الإسرائيلي كان واضحا. بالجانب العربي، جزئية أن الذي يحدث في العالم العربي يفهم لدى الاحتلال الإسرائيلي بقراءات متعددة، كانت على مستوى الجيش أو على مستوى الكنيسة الإسرائيلي، أن الفلسطينيين مستفرد بهم نتيجة انشغال بعض العرب بملفاتهم الخاصة ضمن توريث الحكم أو نزاعات على السيطرة أو الإثنية والطائفية التي منتشرة في الكثير من البلاد العربية. الحقيقة، هل بناء على سؤالك، هل سوف يمر هذا على الفلسطينيين؟ أعتقد لا، لأن الفلسطينيين وقفوا لسنوات طويلة أمام محاولات مماثلة من كثير من الزعماء. كان مشروع جورج بوش الابن محاولة إنهاء القضية، كانت محاولة بيل كلينتون محاولة إنهاء الملف القضية، والآن ترامب يحاول أن يمرر عبر الانقلاب هنا أو انتزاع الملك هنا من أجل أن يمرر القضية. طيب، في الوقت ذاته وزير الخارجية الفلسطيني قال إن محمود عباس سيطلب من وزراء دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية. برأيكم، ما مدى استجابة الدول الأوروبية لهذه المطالب؟ حقيقة أخي، لسنوات طويلة كان الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية يحاول أن يتبعوا سياسة الوسيط وسياسة الدعم وسياسة المهيئ للأجواء لدى الطرف الفلسطيني المفاوض، لكن حقيقة أيضا الذي كان يمارس لسنوات طويلة جزء من الضغط على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لاعتقال المطلوبين أو لاعتقال المقاومين أو لاعتقال النشكاء كانت الاتحاد الأوروبي. أنا أعتقد أن تاريخيا أوروبا بزعامة بريطانيا تحمل مسؤولية تاريخية بما يخص القضية الفلسطينية، أما لأن الفلسطينيين الآن اعتبروا أن الوسيط الأمريكي قد استفرد بهم ووقف منحازا باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، ينظرون أن القوى الفاعلة والمؤثرة في العالم العربي بالعالم جميعا هي إما أن تكون أوروبا وإما أن تكون الولايات المتحدة بحكم أنها تسيطر على الكثير من منافذ القوة في العالم والأمم المتحدة والجيوش التي تنتشر هنا وهناك. ما يحاوله الفلسطينيين هو طلب من أوروبا على أمل أن الذي حدث في التصويت في الأمم في جمعية عامة يحاول أن يطبق في قرار دعم القضية الفلسطينية. وأنا أعتقد أن الرئيس أبو مازن عليه قبل أن يطرح فكرة أن تعترف به دول العالم أن يعود لشعبه ويقول لهم أنا فشلت حقيقة في إنجاز أي مشروع وطني فلسطيني. مشروع السلام أو مشروع ترامب للسلام في الشرق الأوسط المسمى بصفقة القرن كشف عن خطوطه العريضة صائب عريقات. هل من الممكن أن يمرر هذا المشروع، وكيف من الممكن أن يواجه العرب والفلسطينيين خاصة مشروع ترامب في الشرق الأوسط؟
حقيقة أخي بالجانب الذي يخص فلسطين كيف يستطيع المواجهة بكل بساطة هو ما قاله الشعب، هو توحيد حول ملف المقاومة ودعم المقاومين، حيث أن جربنا لسنوات طويلة الذي استطاع أن يوقف الاحتلال ويوقف مشاريعه كانت المقاومة. بما يخص العرب أعتقد أن الشعوب العربية لا كلام عليهم أنهم قلبا وقالبا مع القضية، لكن النظام السياسي العربي وخاصة بعد الثورات العربية والانقلاب عليها وبعد حالة من الاحتلال بعض الدول وتمزق بعض الدول هو حالة ضعيفة. أنا تصور الشخصي أننا نحتاج إنقاذ لهذه الحكومات حتى يقوموا بخدمة القضية الفلسطينية، وجزء رئيسي منها أن الشعوب العربية والإسلامية لسنوات طويلة وحتى الآن ودائما تدعم فكرة المقاومة وفكرة أن الشعب الفلسطيني الذي ثبت وبقي أستاذ تيسير فيما يخص صفقة القرن وما يخص أيضا القدس وإعلان الولايات المتحدة أنها عاصمة للكيان الصهيوني، الفصائل الفلسطينية حتى فترة قريبة كانت منقسمة على نفسها، القاهرة رعت مشروع مصالحة فلسطينية. اليوم بعد هذه المعطيات الجديدة كيف ستكون ردة فعل الفصائل الفلسطينية فيما بينها؟ أخي حقيقة يعني بعض الناس يحاول أن يرتب فكرة أن هناك خلافا فلسطينيا بين الفصائل، والحقيقة هي ليست هكذا. هناك جزء من الشعب الفلسطيني بفصائل فلسطينية تريد أن تقاوم، وجزء يريد أن يذهب وعلى رأسه أبو مازن ومنظمة التحرير أن تذهب إلى تنازل وتنازل أيضا، والسنوات طويلة أكثر من 25 سنة لم يفعل الشيء. المصالحة الفلسطينية الوطنية هي جزء محاولة لتجميع المجموع العام الفلسطيني، لكن حتى نكون نزهاء ونتكلم بشكل واضح المقاومة هي اللي تحرر وليس المفاوضات، وجميع تاريخ الشعوب اللي ذهبت التفاوض مع المحتل ذهبت وهي تحمل البندقية، وأعتقد أن الرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير فقدوا هذه المربع، والأمر بالفصائل التي تحمل البندقية وتريد أن تدافع لتسقط مشروع القرن وهو جزء من سنوات طويلة من الاحتلال لفلسطين. تيسير سليمان المحلل السياسي الفلسطيني كنت معنا، شكرا جزيلا لك.